اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ضيفي ونجمي النهارده زملكاوي ابن زملكاوي سيف فاروق جعفر. سيف ازيك؟ ازي حضرتك يا كابتن، اخبارك ايه؟ وحشتي الله يخليك. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن. حلقه طال انتظارها. والله اتاخرت. الحمد لله مشرفني ومنور. ربنا يخليك كابتن. بنور حضرتك، انا برحب بيك طبعا وبشكرك على الاستضافه الجميله دي، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه ومميزه وابقى ضيف خفيف على الناس ان شاء يا الله. يا رب ان شاء الله. احكي لي بقى، الزمالك بيراميدز مفاوضات أندية أخرى، سيف زملكاوي لخبطة فترة كده، سيف زملكاوي تاني، إيه اللي حصل إنك تمشي من الزمالك وكان في مفاوضات مع أندية تانية ولا؟ طبعا يا كابتن حضرتك بدأت الكلام من حتة حلوة. سيف زملكاوي طبعا ما فيهاش كلام، بقالي 15 سنة في نادي الزمالك، لكن يعني في ظروف خارجة عن إرادتي شوية غصب عني اضطريت إن أنا أسيب النادي، بس الحمد لله أنا في بيتي يعني تاني دلوقتي، وإن شاء الله الفترة الجاية موت نفسي وأثبت للناس كلها إن أنا أستحق أبقى موجود في المكان ده زي ما أنا الحمد لله السنة فاتت اتطورت بشكل كويس. إيه الظروف اللي مشيتك؟ هل هي ظروف مادية ولا؟ لا، ظروف مادية هي قصة طويلة شوية لو أحكيها لحضرتك. أنا طلعت من سنة ومن سنتين مع مستر فريرا أول ما جه، والحمد لله لعبت أول ما جه وكنت ماشي بخطة كويسة ظهرت يعني بشكل مميز، ولكن حصل لي اصابه غصب عني، ايديا اتكسرت، كان عندي كسر مضاعف وكان الموسم بتاعي ينتهي يعني بالاصابه دي، بس انا يعني كنت عايز ابقى موجود مع الفرقه، وكنا احنا ساعتها بنقرب للدوري مع مستر فريرا والكاس، وكنا ماشيين بشكل كويس قوي وكان عندنا نهائي الكاس، فانا حاولت ان انا ابقى موجود مع الفرقه، كنت بتمرن انا ايدي مكسوره كل يوم عشان يعني اليوم اللي الدكتور يقول لي هتخف فيه ابقى موجود مع الفرقه تاني يوم. كان طبعا كان ساعتها في النهائي بتاع الاهلي والزمالك اللي احنا كسبناه خدنا الكاس، كان نفسي ابقى موجود ساعتها، بس الحمد لله ما لحقتش يعني. بعد كده رجعت ولعبت كذا ماتش في اخر السنه، وكنت برضو لسه عندي بعاني من الاصابه دي يعني، وما كنتش سليم 100%. جيت على اول السنه بقى اللي هي السنه اللي فاتت دي، كان يعني النادي كان عايز يطلعني اعاره، كان عايز يوديني كذا نادي منهم بيراميدز يعني، ما مشيتش في الاخر، الموضوع ما مشيش، قعدت لحد يناير كانوا برضو عايزين يودوني بيراميدز تاني، الموضوع ما مشيش. وبعد كده لعبت الحمد لله لما امام مشي، وقدمت الحمد لله مستويات مميزه، ويعني كانت بصراحه الناس الجمهور الزمالك كله في ظهري ساعتها لما الامام مشي، وعندي حاجه انا بشكرهم عليها، انا طول عمري واحد منهم يعني، والحمد لله قدرت ان انا ألعب وأمسك في الفرصة ساعتها، كنت مقدم شوية أداء مميز. بعد كده حصل ظروف خارجة عن إرادتي، ابتديت ما بلعبش خالص، بنزل 3 دقايق 4 دقايق، بعدين في الآخر يعني ما كانش في ترحيب بيا قوي في النادي يعني، بس كل اللي كان موجود إن أنا يعني من الآخر كده يتم تصديري للجمهور إن أنا واحد من الناس اللي خانت النادي او اللي هي مش باقيه على النادي او كده، رغم ان انا يعني الحمد لله لحد اخر لحظه في عقدي السنه اللي فاتت كنت موجود في نادي الزمالك وكنت موجود في الماتشات وكنت عايز ابقى موجود، لكن ما حصلش نصيب يعني ومشيت في الاخر. يعني قرار الرحيل كان من الاداره مش منك؟ انا يا كابتن والله يعني كنت والله اخر 6 شهور في عقدي انا فعلا كنت بكلم الناس كلها ان انا عايز اقعد في النادي وبكلم المسؤولين، ويعني ما كانش مره ما نردش مره مش موجودين، كان في تذبذب يعني في النادي ساعتها. ويعني عايز اقول ان انا واحد من الناس او انا اخر واحد من الناس اللي تم يعني ايه يعني ادراجهم بره النادي يعني. الناس طبعا هم كلهم نجوم اكبر مني بكتير، وكلهم كباتني، وكلهم نجوم على المستوى يعني، عملوا الجمهور الزمالك وعملوا نادي الزمالك حاجات اكتر مني بكتير، وانا كنت اخر واحد فيهم يعني مشي بنفس الطريقه. كان عندك عروض غير بيراميدز؟ كان عندي عروض غير بيراميدز. فين؟ في انديه في مصر. مين؟ بدون دخول في تفاصيل يعني سريعا. كان عندي يعني كان عندي عرض من خلال حد في النادي الاهلي. في النادي الاهلي؟ اه. انت كان ممكن تروح الاهلي ولا المفاوضات وقفت ولا انت بالنسبه لك لا صعب يا كابتن؟ زملكاوي و15 سنه في نادي الزمالك. من وانا عندي 8 سنين في نادي الزمالك، فما اعتقدش ان انا اقدر العب في حته تانية غير الزمالك. كان في حد تاني غير الاهلي وبيراميدز؟ لا في مصر لا. بيراميدز كانت الامور خلصت على طول ولا كان في اختلاف مادي؟ انا بص يا كابتن سيف، عايز اشكر برضو مجلس اداره بيراميدز كله، من اول الاونر الاستاذ سالم الشمسي والبشمهندس ممدوح عيد، كابتن عمرو وكابتن هاني،
الناس دول من ساعه ما هم يعني كانوا عارفين ان انا متاح في الافيلبل في الفري ايجنسي وكده، الناس قالوا لي لو حابب تبقى موجود، وهم كانوا عارفين ان انا رغبتي كانت الزمالك، فهم قالوا لي حتى في اي وقت لو حصل وما قعدتش في الزمالك احنا بابنا مفتوح ليك في اي وقت ومفيش اختلاف يعني. وهم ده اللي عملوه فعلا، وانا برضو بشكرهم على حاجه تانية، ان انا ماشي في يناير هم والله يعني هم كانوا ناس محترمين جدا وكانوا متمسكين بيا، بس هم كانوا عارفين ان انا كانت رغبتي الزمالك يعني، فهم ما وقفوش في طريقي، فانا بشكرهم في حاجه زي كده يعني. تجربه بيراميدز تجربه موفقه بالنسبه لك؟ والله موفقه من ناحيه، وطبعا في حاجات يعني غصب عني ما كانتش احسن حاجه يعني، بس هي وجهه نظر مدرب ان انا ما لعبتش كتير، لكن الحمد لله طبعا استفدت في بيراميدز، لعبت مع لعيبه كويسه جدا جدا جدا، قدرت استفاد منهم، قدرت اشوف الاجواء بره الاهلي والزمالك عامله ازاي، فاستفدت طبعا من تجربه بيراميدز، لعبت مع لعيبه كبار طبعا، كلهم لعيبه في بيراميدز كلهم لعيبه كبار فعلا يعني. قررت الرحيل لان انت ما بتلعبش باستمرار في بيراميدز، ولا قررت الرحيل ان الزمالك طلبك؟ والله يعني طبعا هو الزمالك بيتي يعني ما اقدرش اتاخر عليه في اي حاجه، فلما حصل كلام انا قلت لهم انا تحت امر النادي يعني بدون اي شروط يعني، ولكن انا في بيراميدز برضو متاكد ان كان هيجي فرصه برضو فتره وهلعب يعني، طبيعي ده حال الكوره ما فيش حاجه بتبقى دايمه فيها. مين اللي فتح معاك في الزمالك كلام؟ والله يا كابتن سيف يعني ناس كتير من المجلس الحالي للزمالك كانوا عارفين يعني اللي بيحصل وانا ماشي من الزمالك وكده، فلما اتكلمت مع كابتن حسين وكابتن حسين السيد وكابتن احمد سليمان، وطبعا بشكرهم كلهم جدا، هم يعني اخواتي الكبار طبعا، مش هقول ان هم زي بابايا عشان ما اكبرهمش، لكن هم كلهم اخواتي الكبار طبعا، وناس محترمه جدا ومتفهمين جدا لاقصى مدى، وهم كانوا عارفين يعني اللي حصل معايا، فما كانش عندهم مشكله ان انا ابقى موجود يعني. بس يعني اكيد كان عندهم تحدي وثقه كبيره يعني، جايبينك وبيراهنوا عليك وانت ماشي من الزمالك، وعايزين يرجعوك وعايزين يرجعوا لك حقك، وعايزين يرجعوا لك ان انت برضو ابن الزمالك وتكون موجود، اكيد دي برضو كان ليها مفعول مهم عندك. طبعا انا يعني طبعا اول حاجه بشكرهم على الثقه دي، ان دي حاجه ما بتحصلش كتير يعني، وان شاء الله الفتره الجايه اموت نفسي في التمرين وفي الماتشات زي ما قلت لحضرتك، ان انا ابقى موجود في فريق الزمالك واقدر اعمل اضافه عشان الناس دي فعلا مراهن عليا، وان شاء الله اشرفهم يعني. الامور بقى الماديه مشيت ازاي يعني؟ هل هم اشتروك من بيراميدز لان انت كنت على ذمه بيراميدز؟ لا ما فيش امور ماديه، انا اللي عملت، رجعت الفلوس كلها بتاعت بيراميدز لبيراميدز وبس. تاني انت لعيب في بيراميدز، قعدت سنه هناك، خدت مقابل مادي، تمام، عندك عقدك فاضل له سنتين، رجعت جزء كبير منه ومشيت. من الفلوس اللي انت خدتها بتاع السنه اللي انت قعدتها؟ من 6 شهور اللي انا قعدتهم. عشان تروح الزمالك؟ ماشي. يعني ده حبا في الزمالك؟ طبعا حبا في الزمالك وفي جماهير الزمالك طبعا، اللي عملوني فعلا يعني مش ببالغ يعني، انا فعلا انا يعني مقدر ان في ناس طبعا زعلانه مني من جمهور الزمالك. ايوه بس زعلانين منك ايه بقى؟ ده انت مشيت من الزمالك مش بخاطرك، ولعبت سنه بره رجعت فلوسها ورجعت للناس تاني. ممكن انا برضو هقول لحضرتك حاجه يا كابتن سيف، انا في فتره من الفترات الصوره ما كانتش واضحه يعني، كان بصراحه تم تشويهي انا جدا ان انا عملت حاجات، اللي عارفني كويس واللي قريب مني عارف ان انا مستحيل اعملها يعني. يعني انا اخر واحد يتشرط على الزمالك او يتنطط على الزمالك او يطلب حاجه هي يعني اقصى. طب انت وانت راجع حطيت في العقد الرقم اللي يخليك؟ ما حطيتش اي حاجه. امال عملت ايه؟ على بياض نادي الزمالك. طب اتحط لك ارقام ترجع لك مثلا جزء من اللي فات مع اللي جاي؟ مفيش اي يعني. كابتن حسين السيد اللي عارف انا الارقام اللي اتحطيت لي ايه. هو قصة بياض دي حقيقية فعلا؟ يعني بتمضي كده كابتن لما تكون بتحب مكان وبتحب الناس اللي فيه وبتحب جمهوره والناس اللي بتحبك، فعلا ما يبقاش في مشكلة انك تمضي على بياض يعني. يعني كابتن احمد سليمان، كابتن حسين السيد تحت رأسه، كابتن حسين لبيب، هو انت على كلامك كده الناس دي رجعوا لك حقك مش المادة؟ لا ان شاء الله حقي طبعا، هم رجعوا لي حقي من الناحيه اللي بره الملعب، لكن ان شاء الله حقي في الملعب اخده ان شاء الله، بان انا اسعد الناس جماهير الزمالك اللي انا واحد منهم طبعا وبحبهم فعلا فعلا يعني، حتى لو في ناس زعلانه انا فعلا بحبهم، وان شاء الله انا اقدر اثبت لهم ان انا
اصالحهم يعني. قبل ما انقل على النقطه اللي بعدها عايز اخد رايك في نقطه مهمه. احيانا اللي بيلعب في نادي جماهيري يعني انت لعبت امام مشي لعبت في الزمالك والجمهور وعين تروح نادي تاني كل التقدير وكل احترام نادي بيراميدز نادي كبير جدا واتولد كبير واداره محترمه بس مش نادي جماهيري. هنا في بعض اللعيبه يقول لك لا في فروقات كبيره في اللعب. هو طبعا الجمهور يعني العامل رقم واحد في اي فريق يعني ان انت بقى عندك جمهور بيساندك وبيدعمك. انا يعني واحد من الناس مش ناسي جمهور الزمالك السنه اللي فاتت كان بيجي ورانا في كل حته فعلا فعلا واحنا ما كناش ماشيين باحسن صوره خالص في دوري الابطال وفي الكاس وفي الدوري كانوا بيجوا ورانا بجد باعداد كبيره بيدعموا الفريق حتى واحنا وحشين. فطبعا هم اللي بيدوا حياه للمباراه يعني. خفت وانت راجع الزمالك تاني مره الجمهور هيعمل معايا ايه؟ والله يعني ما خفتش عشان في الاول في الاخر انا رهنك عليهم دايما. انا مراهن عليهم دايما ان هم متفهمين هم بيفهموا يعني هم مش هينسقوا ورا كلام صعب ان هو يتصدق ان انا عملت كذا او عملت كذا او خدت كذا مش بتاعي ان انا عمري ما كان في الطبع ده واظن القصه دي حصلت قبل كده مع لعيبه تانية يعني ان اتقال عليهم نفس الكلام فاكيد هم الناس فاهمين ده يعني. اما اداره الزمالك الحقيقه اخذت القرار انك ترجع انت رجعت حد ولا رجعت نفسك بس؟ لا ما رجعتش حد ولا اي حاجه ولا والدك ولا والدتك ولا قلت للقريبين مني والدتي واختي وخطيبتي بس كده ده اللي انا خدت رايهم ان انا يعني هم كانوا حاسين يعني ان انا عايز ارجع الزمالك. رايهم ايه؟ طبعا طبعا هم عارفين ان انا مكاني وبيتي الزمالك يعني. انت مشوار برضو يعني مشوار برضو مشوار طويل مشوار برضو يعني مشوار صعب ورايح وراجع وقصة صعبة يعني. هي سألك سؤال دايما الناس بتقوله يعني أحيانا يكون عدم الاحتياج للمادة ممكن يخلي الأمور سهلة وأحيانا يكون حب كان أكبر من احتياج المادة أنت أنهي واحد فيهم؟ طيب هقول لحضرتك أنا ممكن أبقى ميكس من الاتنين. انا الحمد لله يعني عمر ما كان تفكيري انا بلعب كوره عشان انا فعلا بحب الكوره وطول عمري موجود في الكوره يعني عمري ما شفت نفسي ان انا هبقى اي حاجه تانية غير ان انا لعيب كوره. وانا فعلا فعلا مش بقول كلام كده وخلاص انا فعلا بعشق نادي الزمالك يعني انا بحس ان انا عيان وانا مش في نادي الزمالك يعني فانا مكاني نادي الزمالك فلو هتيجي على حساب اي حاجه تانية ما عنديش مشكله يعني. ان انا اهم حاجه ان انا ابقى موجود في الزمالك. الكونفدراليه كانت حلم طبعا اتحقق طبعا. كان يفرق في ايه بشكل كبير للي جاي؟ يعني دايما الناس تقول ايه لما كنت تيجي تسال اي حد من جون يقول لك بص نعدي الكونفدراليه واللي جاي مختلف. طبعا الكونفدراليه طبعا بطوله قاريه كبيره يعني مبدئيا بتوصلك انك تلعب في السوبر الافريقي طبعا ماتش كبير بيدخل عوائد كبيره للنادي غير كده طبعا البطوله القاريه كابتن مختلفه طبعا عن اي بطوله تانية الواحد بيبقى بيموت نفسه فيها اكتر من المسابقات المحليه عشان طبعا هي الستيج الاكبر في افريقيا يعني. بس فرحتها كمان كانت كبيره وفرحه مستحقه طبعا كل اللعيبه اللي شاركوا في الكونفدراليه كلهم لعيبه رجاله على اعلى مستوى بجد والكوتش طبعا يعني كان هو واللعيبه عملوا فعلا انا كنت معاهم شايفهم في التمرين وفي الماتشات 1000% مش 100% بس عشان يسعدوا جماهير الزمالك يعني كان كل التفكير وكل الكلام احنا عايزين نسعد الجماهير احنا اهم حاجه جماهير الزمالك ما تروحش زعلانه احنا اهم حاجه ان الناس تروح مبسوطه. في لعيب في الزمالك كنت بساله فبقول له كنت بكلمه قبل المباراه بيقول لي ان شاء الله بعد بكره هنكسب بتاع فبقول له يعني ان شاء الله لو في مكسب طب لا قدر الله لو في فانا بقول له في مكسب يرد عليا انا اقول له قدر يقول لي لا يا كابتن ان شاء الله في مكسب فاقول له ايوه يعني الكوره يقول لي لا الكوره بس الماتش ده ان شاء الله مكسب اقول له ايوه الكوره يعني مكسب وخساره يقول لي لا 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 اللعيبه والجمهور والدنيا كلها الماتش ده طبعا مفيش سيناريو ان الناس تروح زعلانه مفيش سيناريو صراحة. ان ما يبقاش فيه كاس مفيش سيناريو لا بصراحه يا كابتن سيف اللعيبه يوم الماتش والجماهير لا الاستاد فعلا كان خيال يعني كان حاجه ثانيه الناس فعلا كلها كانت عايزه تكسب وده كان باين في الملعب الزمالك في اول ثلث ساعه لحد ما جاب الجون او كمان بعديها بخمس دقائق كان باين قد ايه هو جعان عايز ياخد البطوله فكل اللعيبه فعلا كانت يعني الحمد لله كانوا موفقين في الماتش ده
يعني الحمد لله قدروا ياخدوا بطولة مهمة جدا للزمالك. دي حقيقة الحقيقة، وهي بطولة مستحقة لنادي الزمالك، استحقها نادي الزمالك وإدارته ولاعيبته وجمهوره كمان. نكمل مع سيف فاروق جعفر بعد الفاصل. دايما لعيبه الزمالك بتبقى تحت ضغط كبير، لازم وانت بتلعب في الزمالك تكسب كل البطولات، بس كمان ابن لعيب الكوره بيبقى عنده ضغط اكبر. كان عندك ضغط كبير ان انت سيف فاروق جعفر، ودايما الناس حاطه مقارنات، مش انت بس، انت وحازم امام وشريف اكرامي عدد كبير جدا من اللاعبين يعني. والله يا كابتن انا يعني انا كسيف يعني بعتقد ان ساعات ممكن واحد ابن لعيب كوره يبقى طريقه اصعب بكتير من الناس العاديه، ان هو ساعات كتير بيحاسب على حاجات مش بتاعته. انا مقتنع بكده. يعني انا شايف ان انت ساعات كتير ممكن تكون تحاسب على حاجات مش بتاعتك قديمه، ممكن ناس تبقاش مش عايزه لك النجاح عشان ما بتحبش باباك او ايا كان، فبيبقى طريقه اصعب. بس بتستفيد كمان ان الكاميرا بتجري عليك، يعني اكيد وانت في الناشئين في 20 واحد زي مثلا مصطفى شوبير قبل ما يلعب. حديث لو مصطفى شوبير مش ابن الكابتن احمد شوبير ما كانش يبقى فيه كاميرا على طول رحاله، دايما الكاميرا عايزه تظهر هو ده بيلعب بجد، هو ده احسن، ابوه احسن، مين احسن مين. طبعا 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 يا كابتن، هو كل حاجه ليها الحلو والوحش بتاعها. طبعا لما بتبقى ابن حد اول الناس بتبص عليك اول حاجه، لكن برضو زي ما بتبص عليك ممكن الناس تبص عليك بطريقه مش ايجابيه، ان انت مش عايزك تبقى كويس او مش عايزك تبقى ناجح او مش عايزك تلعب او مش عايزك تبقى ليك اسم. انت عايز تقول بتاخد خيرها وشرها. طبعا، بس صعوبتها اكتر. عايز تقول كده؟ صعوبتها اكتر شويه كويسين يعني. انت بقى كزملكاوي او كجمهور الزمالك بيفكر دلوقتي، هل الزمالك من غير فتح قيد من غير صفقات يقدر ينافس على البطولات الجايه، يقدر يحقق احلام طموحاته، ولا الزمالك محتاج صفقات؟ والله اللي يقول ان الزمالك محتاج صفقات مش انا طبعا، في مدير فني وفي مجلس اداره هو اللي يقول، لكن الزمالك قبل كده من غير قيد مفتوح خد دوري وكاس وكان ماشي بشكل كويس يعني. صح، دي مرحله كانت صعبه جدا، معادله كانت صعبه جدا. طبعا يعني دايما اسمع جمله كده يقول لك ايه، الازمات بتصنع النجوم ومن الازمات بيخرج النجوم. طبعا الزمالك من غير حاجه بناشئين وبشباب صغير دوري سنتين. يعني كابتن هو طبعا بيبقى عوامل كتير، الجهاز طبعا اول حاجه لازم يبقى مدرب جريء، ان هو ما عندوش مشكله انه يجرب لعيبه ناشئين ويديها فرصه والتانيه والتالته، ومحتاجه كباتن الفرقه بيبقوا كبار وقادرين يدعموا اللعيبه دي. يعني احنا ما ننساش دور كابتن شيكا معانا لما طلعنا سنه، انا الحمد لله لعبت في الدوريين اللي احنا خدناهم ورا بعض، لكن السنه الثانيه كمان بالتحديد كان لنا دور اكبر فيها. كابتن شيكا كان بجد بيقول لنا قبل الماتش اعملوا اللي انتوا عايزينه وما تخافوش من حاجه ودوسوا روحوا وهاجموا ودافعوا واغلطوا ومفيش مشكله. شيكا حب كبير من جمهور الزمالك ومن لعيبه الزمالك. والله يا كابتن يعني هخص شيكا بعد كده هقول على لعيبه تانية. شيكابالا اسطوره من اساطير الكره المصريه، ايقونه من يعني من ممكن تكون من اعلى ثلاثه في نادي الزمالك، يعني من اساطير اذا ما كانش هو اعلى واحد. فشيكابالا خارج تقييم اي مقارنه او اي يعني كلام او اي حاجه، شيكابالا فعلا خارج. شيكا في حته ثانيه. قلت لي هقول حد ثاني. لا، في الزمالك في لعيبه يعني مش سوبر ستار، في ميجا ستار في الزمالك. الكابتن عبد الشافي ميجا ستار، كابتن عبد الله السعيد اسطوره يعني من الاساطير اللي لن تتكرر في الكوره تاني. كابتن عمر جابر يعني كلعيب كانسان من انظف الناس ومن احسن اللعيبه اللي ممكن الواحد يتعامل معاها. كابتن الونش نفس الكلام، يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا بألف صحة وسلامة، من أحسن المدافعين إن الواحد شافهم بصراحة في الكرة المصرية يعني. فكل دول ناس طبعا سوبر ميجا ستار. طبعا في ناس
على الطريق ده ان شاء الله هيجوا فتوح، وفي زيزو طبعا عشان ما انساش زيزو. زيزو ميجا ستار يعني في الزمالك، فعلا لعيب كبير عايش حياه لعيب الكره المثاليه يعني، وكلهم اخواتي الكبار طبعا بتمنى لهم التوفيق يعني. مين اكتر واحد فيهم صدر لك حب الزمالك؟ شيكا طبعا، ان يعني انا بقول له الكلام ده انا وانا صغير يعني، كان بقى نفسي العب مع شيكابالا يعني، انا صغير وانا طالع في الناشئين شايف نجم نادي الزمالك شيكابالا، فكان نفسي العب مع شيكا وانا صغير. وكابتن عبد الشافي طبعا يعني شخصيه توب يعني، على خلق وانسان محترم جدا جدا جدا. انا طبعا اتشرف ان انا لعبت مع كل اللعيبه دي، ولعبت مع لعيبه تانية طبعا كبار جدا، كابتن طارق حامد من اساطير كره القدم، لعبت مع اشرف بن شرقي احد من اجمد المحترفين اللي جم مصر يعني على مدار التاريخ، هو وفرجاني طبعا من اللعيبه الكبار جدا. مين فيهم بتحلم يرجع الزمالك وانت زملكاوي؟ سيبك من سيف اللاعب دلوقتي. والله يعني هتبقى فيها تحيز شويه، بس عشان اشرف يعني فعلا صاحبي جدا يعني، واكتر من صاحبي يعني اخويا، فانا نفسي ان اشرف موجود واشرف في قريب تفكيره قريب. لا ما اعرفش، ما كلمتوش، بس انا اتمنى بجد ان اشرف موجود في الزمالك. كل الناس بتقول ان طارق حامد صنع في المكان ده حاجه ورجوله واداء وثقه وحب للكيان كبير. طبعا كابتن طارق حاجه يعني، حاجه بجد محترمه جدا في الكوره يعني، انسان مجتهد جدا جدا جدا. الواحد يعني لما بتشوفه هو قاعد بيشتغل كل يوم، يجي قبل التمرين بساعتين وساعه ونص، تبقى محرج انك قاعد ما بتعملش حاجه يعني. فطبعا كابتن طارق قيمه كبيره جدا جدا جدا، بس انا شايف برضو ان في دونجا برضو جاي ان شاء الله. دونجا لعيب كبير بصراحه، بياخد الوقت وان شاء الله هيبقى حاجه كويسه قوي 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 في الحته دي. بعض الناس ممكن تفكر تقول سيف فاروق جعفر اللعيبه الصغيره اللي موجوده في نادي الزمالك، وانت بتلعب في الملعب وبتلعب جنب الاسامي اللي انت كنت بتتفرج عليها دي، انت لو غلطت انا عارف هيعملوا ايه. طب هو لو في حد منهم غلط بتعاتبه بتعمل ايه بقى؟ يعني ما بيبقاش فيه، ما فيش عتاب يعني. عادي، وارد ان اي حد يغلط في الملعب، وكلنا احنا كلنا فعلا الفتره دي بالذات تيم الزمالك اسره واحده بجد يعني، من ساعه ما الكوتش جه ومن ساعه ما الناس جت. هو لو مش اسره واحده بجد ما ياخدش بطوله، ما يحجرش. لا بس الفتره دي فعلا الزمالك يعني من ساعه ما الكوتش جه بصراحه، وهو لامم الناس، وهو على طول بيتكلم ان احنا فاميلي، احنا فعلا فاميلي. احنا فعلا فاميلي، هو لامم الناس جدا، والناس كلها الفرقه يعني، كابتن شيكا وكابتن عمر قافلين على الفرقه كويس قوي الفتره دي، ان احنا نبقى مركزين، ان احنا نسعد الجماهير كمان، ان احنا نحاول ناخد بطوله ثانيه السنه دي. دي حاجة هي اللي عاملة الحالة دي. إدارة الزمالك كمان محضنة الحياة. طبعا. لا طبعا. دور كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد طبعا، مع كابتن حسين لبيب والمجلس كله محضرين على الفرقة وسبورت بشكل. لا بصراحة مجلس إدارة نادي الزمالك يعني بصراحة قافلين على الفرقة، يشكروا يعني، هم الناس طول الوقت موجودين معانا، لو إحنا عوزنا أي حاجة وكده هم موجودين معانا، فدي حاجة طبعا تحسب لهم. كان بقى لنا فترة ما بنشوفش ده يعني في الزمالك. في بعض رسايل للناس ما عرفوا إن أنت معانا على السوشيال ميديا، بعتين لك رسايل تحب تشوفها؟ ماشي. نشوف. سيف جعفر ابني من ابناء نادي الزمالك، ومن اللعيبه اللي تتفرج عليها في الملعب هتستمتع بالكره تحت رجله. كواليتي لاعب عالي، بدايته مع الزمالك كانت كويسه ومبشره جدا، بتمنى يرجع لمستواه في اسرع وقت ونشوفه اساسي من جديد، وجمهور الزمالك كله في ظهرك يا سيف. سيف فاروق جعفر، الحمد لله على سلامتك ونورت بيتك نادي الزمالك. سيف، انت طلعت في جيل من افضل الاجيال اللي جت في نادي الزمالك، عصرت فرجاني ساسي وامام عاشور في عز مجده، ولعبت جنب طارق حامد، اعتقد كونت خبرات كفيله بان هي تحجز مكانك اساسي في نادي الزمالك. مش عايز اقول ان انت بالك انشغل او اتشتتت لفتره معينه، رجعت بيتك ورجعت في جيل محقق بطوله، فرصتك ان انت تركز في الملعب تستغل موهبتك، وانا متاكد انك هتكون واحد من احسن اللعيبه اللي في مصر. حابب بس اوجه رساله للكابتن سيف فاروق جعفر. كابتن سيف، حضرتك شايل اسم كبير، اسم كابتن فاروق جعفر النجم الاسطوري والتاريخي نادي الزمالك. جمهور الزمالك مستني منك الكثير، مستني منك انك تحقق انجازات وبطولات زي كابتن فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر طبعا من الناس اللعيبه قوي، وانا شايف ان هو موهبه كبيره قوي، بس الزمالك لسه ما استغلهاش. شايف ان الفتره اللي جايه مع الاستمراريه سيف هيبقى حاجه ثانيه، وشايف ان هو هيبقى من احسن الناس اللي ممرض اساسا على رقم 10 موجوده في مصر. بالتوفيق يا سيف، واشوفك يا رب من تقدم لتقدم يا حبيبي. كلنا ثقه فيك يا حبيبي، ان شاء الله تبقى من احسن اللعيبه في مصر.
ايه لا طبعا يعني بشكرهم يعني على الكلام الجميل ده، وان شاء الله بعد حسن ظن الناس دي كلها اللي انا فعلا يعني بحبهم وبحب اسمع الكلام ده بيحفزني يعني جدا. ظلمت نفسك ولا الكرة ظلمتك؟ ولا ظلمت نفسي ولا الكرة ظلمتني، انا يعني طبعا الحمد لله على اي حاجة في الاول وفي الاخر يعني ده اللي مكتوب لي يعني. وطبعا انا اتعلمت اي خطوة باخدها سواء هي الناس ممكن تشوفها موفقة او غير موفقة، انا كده كده بتعلم منها علشان ابقى انسان احسن في حياتي عامة الكروية او ايه غير اللي كده. الزمن لف بيك ما تعملوش؟ ما اعملهوش، احاول اقفل ودني شوية يعني، ما كنتش سمعت كلام كتير يعني. زي ايه؟ لا حاجات كتير، حاجات كتير يعني كان ممكن تكون بتاخد من تفكيري شوية أو تاخد من تركيزي يعني فترة من الفترات مش بعيدة أوي. بعض الناس دايما يقولوا، ودي اعتقد ان هي عيب مش ميزة، مهما دغدغت الدنيا القريبين منك يقولوا ايه 40% من عند سيف، 50% من عند سيف. سيف عنده امكانيات كبيرة جدا جدا. والله يا كابتن يعني انا الحمد لله في ماتشات كنت قدمت فيها مستويات مميزة وكنت قادر ان انا الحمد لله ابقى واحد من الناس اللي بتعمل دي فرق في حقيقة. الفرقة، بس يعني ما خدتش لسه الاستمرارية اللعب اللي انا ممكن اكون محتاجها علشان الناس تشوف المية في المية بتاعتي يعني. كان بيحصل ظروف خارجة عن ارادتي يعني، حتى السنة اللي فاتت لما كان امام مشي وانا ابتديت العب وكده كان شوية العب اجيب جون اعمل جون الاقي نفسي قاعد، فيعني عادي هو نصيب طبعا في الاول وفي الاخر، وان شاء الله بقى الفترة الجاية ابتدي ادوس جامد علشان اخد الوقت اللي انا عايزه ده. الجمله اللي دايما الناس بتقولها فلان بديل فلان، خصوصا ما يبقى لعيب تقيل زي ما انت قلت زي امام زي فرجاني زي بن شرقي، يجي يقولوا سيف النهارده بديل فلان، حمل عليك تقيل، ده يديك دافع ولا ده بيخلي الجمهور يحكم بشكل خاطئ؟ والله يا كابتن انا مش شايف ان حد بديل حد، كل لعيب كوره ليه اسلوبه ليه شكله ليه ستايله ليه نظامه. بتيجي لعيب بيمشي لعيب، هي ده حال الكوره، الكوره ما فيهاش ثوابت، الكوره كلها بس متغيرات. انت دلوقتي قلت لي ان الجمهور في وقت من الاوقات قال ان سيف بديل امام وانا عملت لا ماتشات انا جامده. لعبت مكان امام لكن انا ستايل وامام ستايل لا لا مش تاني. قصدي، مش قصدي شبيه، قصدي بديل يعني في ما المكان. هو طبيعي، ما كل طبيعي اجيال بتيجي ورا بعض، انا باجي العب مكان حد ابقى انا اللي خلفته او انا اللي بعديه صح. وهكذا، لكن كل واحد بيبقى مستقل بشخصيته بلعبه باسلوبه يعني. عدم لعبك باستمرار ظلمك؟ يعني لو بتلعب باستمرار كنت رحت في حتة تانية في نقطة تانية؟ شوية ان انا لو كنت بلعب باستمرار اكتر من كده كان ممكن يبقى المردود اقوى من كده بكتير. ما حسبتش وانت راجع الزمالك الناس اللي بيلعبوا في المكان ده انا هلعب ازاي على مين، ولا الحسبة دي ما تشغلش والله بالك؟ انا كنت موجود في الزمالك برضو زمان كان في لعبة كويسة قوي. ايوه وفي بيراميدز كان في لعبة كويسة ودلوقتي في الزمالك في لعبة كويسة. التنافس ده في المصلحة للفرقة ان كل لعيب يطلع 100% من اللي عنده ويتمرن كويس، يبقى عايز يعمل اول ما يلعب عايز يبان بشكل كويس، ده في المصلحه العامه للفرقه، فانا شايف ان هو ما فيهوش مشكله والاصلح لنادي الزمالك يلعب. لعيبه الزمالك كلهم لعيبه كبار طبعا واكيد انتوا كلكم قريبين من بعض، مين اللي في الملعب ان انت اما بتنزل بيبقى على عدلتك فاهمك الكيميا جايه؟ لا كلهم بصراحه يعني في لعيبه كتير انا بحب العب معاها في الزمالك كلهم فعلا يعني، انا بلعب جنب دونجا ببقى مرتاح جدا، كابتن عبد الله بيسهل اي لعب يعني مفيش حاجه صعبه معاه. ناصر ماهر لعيب كبير، احمد حمدي لعيب كبير قوي، زيزو لعيب كبير قوي، مصطفى شلبي لعيب كبير قوي، كابتن شيكا بيسهل اللعب جدا يعني بيبقى عايز يصايط الناس كمان اللي حواليه، الجزيري فاروق كبير قوي 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 تحركاته وكل حاجه بيساعدك، سامسون لعيب كويس قوي، ناصر منسي لعيب كويس قوي، مش عايز انسى حد، سيد نيمار لعيب كويس قوي 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 ومظلوم يعني اخر فتره دي مظلوم يعني ان هو ما بياخدش فترات كتير، بس انا متاكد ان هو ان شاء الله الفتره الجايه مع مستر جوميز هياخد. فكل اللعيبه بصراحه عندها حلول في الزمالك يعني. فتوح، فتوح نتمنى له يا رب السلامه ان شاء الله باذن الله ويرجع ويكسر الدنيا، النهارده طلع من المنتخب. فتوح برضو من اللعيبه اللي دايما الناس تقول عندها اكتر من كده بكتير، نجح الحقيقه المجلس الحالي ان هو يحطه على الطريق ويعمل فتوح جديد، ولكن دايما الناس تقول فتوح عنده حاجات كتيره جدا في المكان ده. طبعا فتوح يعني لعيب كبير قوي 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 يعني، هو
ان شاء الله ان شاء الله يعني الفتره الجايه دي لما يرجع ربنا يشفيه طبعا هيستعيد فورمته اللي احنا عارفينها بقى عن فتوح بتاعت الدوري والكاس وبتاعت كاس الامم وكده. فتوح لعيب كبير قوي وحل يعني لنادي الزمالك في ماتشات كتير قوي وبيحل لنا فعلا مواقف كتير جدا، يعني عنده كل طرق اللعب اللي انت ممكن تحتاجها في لعيب موجوده في فتوح. يعني سيف الدين الجزيري برضه بيغادر منتخب تونس دلوقتي برضه الاصابه، بنتمنى له ان شاء الله يا رب السلامه يعني. ربنا يشفيه ويعافيه. طبعا سيف فريق كبير قوي واضافه لاي مكان فعلا هيبقى موجود فيه المنتخب او الزمالك او اي حاجه. علاقتك بجوميز كويس، علاقه كويسه قوي، والراجل على طول بيتكلم معايا وعلى طول شايف ان انا ليا دور الفتره الجايه ان شاء الله مع الزمالك، وانا ان شاء الله يعني باذن الله اتمرن واركز الفتره دي. هل هو من المدير الفنيين اللي بيقول لك انت جاي معايا هديك الفتره اللي جايه، ولا دي مش بتاعتك اتمرن وبعد كده نشوف؟ والله كل مدرب يعني بيبقى ليه طريقته، لكن انا من تعاملي مع مستر جوميز هو انا شايف ان هو لما بيلاقي حد مركز وبيتمرن وكده يعني بيقول له كلام يشجعه اكتر كمان ان هو يستمر على كده. يمكن الفترة اللي فاتت دي علشان كان في تو سكوادز يعني للزمالك، في اللعيبة بتلعب في افريقيا اللعيبة بتلعبش في افريقيا، فممكن تكون كانت الدنيا بتدربكة شوية، لكن ان شاء الله الفترة الجاية دي الزمالك كله قايمة واحدة، فان شاء الله يبقى في تنافسية كويسة والاحسن يلعب يعني الفترة الجاية. بعض المدربين كانوا دايما يقولوا سيف فاروق جعفر يعني كانوا بيقيموا الوضع يعني بشكل عام، فيقولوا مثلا ايه دايما اللعيب الكورة دايما يبقى لازم عنده احتياج للماده جامد، ظروفه صعبه، سيف محتاج ان هو يعني يشد شويه، محتاج ان هو، فانا دايما مقتنع ان ملهاش علاقه، يعني انا دايما مقتنع ان ملهاش. مين اللي قال كده؟ كتير. مين يعني؟ يعني يا كابتن كل 70% بتوع الكوره وجهه نظرهم كده. هسال حضرتك سؤال، هو انا مش مقتنع. لا انا هقول لحضرتك مثلا روجر فيدرر، هل هو مش احسن لعيب تنس في تاريخ التنس؟ اكيد هو من اسره كويسه جدا وهو ما كانش محتاج للماده، لكن هو عنده تارجت، كل واحد عنده تارجت شخصي ليه، هو كل واحد بيبقى عنده الدوافع بتاعته هو ان صح. هو عايز يبقى حاجه عشان شخصه او عشان عيلته او عشان كيانه هو، فكل واحد بيبقى عنده الدوافع بتاعته، ملهاش دعوه بقى انت صح. معاك فلوس ما معاكش فلوس، انت ملهاش اي دعوه. اكتر حد في الدنيا عايز تنجح عشان تبقى لعيب كبير عشان طبعا انت قلت كل واحد عنده دوافع. انا عايز ابقى لعيب كبير طبعا عشان اهلي وعلشان كل المقربين مني، خطيبتي صحابي فعلا وخطيبتي اكتر الناس، واهلي طبعا يعني بيدعموني ان هم عايزين نبقى يعني هم بيزعلوا اكتر مني كمان ساعات لما انا ما بلعبش، يقولوا انت احنا زعلانين انك ما بتلعبش مش عارف ايه. الوالده جزء كبير من قرارك؟ طبعا مامتي واختي يعني بصراحه الاثنين تعبوا معايا سنين كتير، يعني انا يعني مامتي جت فتره كانت بتوصلني كل يوم، بتيجي تاخدني وتوصلني من التجمع للمهندسين اروح التمرين وارجع، فانا طبعا يعني هي تعبت معايا كتير وهي طبعا جزء من قراري وانا بشكرها على ده وبتاسف لها طبعا ان جت في فتره من الفترات الناس كانت بتقول ان هي بتشجع ابنها على حاجه غلط، لكن لا هو ما حصلش، هو كل اللي حصل ان غلط من نسيب الزمالك يعني. يعني الناس كانت بتقول ان انا بسمع الكلام، هي طبعا هي فعلا يعني كانت بتقول لي انت مالكش غير الزمالك يعني اللي انت تلعب فيه وكده، لكن زي ما قلت لحضرتك هي ظروف يعني هم كان في اسلوب ان انا الناس اطلع صورتي قدام الناس ان انا اللي وحش وانا اللي بعت النادي وانا اللي يعني خاين اي كلام بقى الكلام ده يعني، بس ده ما كانش الموضوع خالص يعني خالص. اصعب لحظه في حياتك واسعد لحظه في حياتك؟ اصعب لحظه في حياتي لما والله يا كابتن في لحظات كتير حلوه ولحظات كتير وحشه، لكن انا زعلت طبعا جدا لما الناس يعني لما قالوا ان انا سرقت العقود وضربت اداري وانا عملت طبعا يعني دي حاجه زعلت بجد زعلتني جدا، ما يعني حتى لو انا كان فيا ايه لو انا كنت عملت ايه ما كانش صح ان انا يعني حتى لو همشي من الزمالك ما كانش صح ان الناس تطلع صورتي بالشكل ده. انا الحمد لله قعدت في 15 سنه في نادي الزمالك عمري ما زعلت حد ولا عمري اتخانقت مع حد ولا عمري حد سمع صوتي ولا عمري عملت مشكله، طول عمري كان نفسي ابقى موجود وابقى مع اللعيبه، فما كنتش حابب دي يعني. انا الحمد لله علاقتي بالناس كلها العمال عم ميلا عم ابراهيم عم فولي كلهم يعني حبايبي والامن كلهم حبايبي، عمري ما عملت حاجه، فان هم يقولوا ان انا عملت كده دي حاجه يعني ما كانتش اسعدتني خالص. بس انت اسرع لاعب زعل الجمهور واسرع لاعب بسطه يعني الفتره ما فيش. والله يا كابتن سيف انا فعلا بحب الجمهور يعني بحب الجمهور جدا جدا، انا يعني كفايه ان انا اطلع بس
اطلع من اوضه اللبس في استاد القاهره، ابص الاقي التالته يمين كلها متقفله ابيض، والناس بتحب الزمالك وبتحبني وبتشجعني وبتشجع الفرقه وبتشجع زمايلي. دي كانت بالنسبه لي فعلا الدنيا، يعني انا كنت ابقى مجنون لو كنت انا عايز امشي واسيبهم بمزاجي بصراحه. اخدت خطوه لاداره الزمالك ولا هي اللي اخدت خطوه ليك؟ لا هي كانت رغبه مشتركه يعني بيننا احنا الاثنين. مين اللي بادر الاول؟ ما اكيد رغبه مشتركه. يعني انت رحت قلت لهم انا لا، هم كانوا عارفين اللي بيحصل، كانوا عارفين اللي بيحصل. حتى لما كان في محاولات ان انا ارجع بعد ما القصه كده، قلت لهم يا جماعه انا ما عنديش مشكله ارجع والله، حتى لو ما عرفناش نحل همضي في الزمالك، ولو اتوقفت اتوقفت عادي. يعني الكلام ده انا كنت حتى بتكلمه مع الاستاذ محمد طارق، يعني عضو مجلس الاداره في الزمالك. هم كانوا عارفين محمد من الشخصيات المحترمه. لا محترم، اخويا فعلا انسان محترم جدا جدا جدا، وكادر يعني ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره قوي في مستقبل نادي الزمالك يعني ان شاء الله. محمد هو اللي كان يعني الناصح ليك في الجزئيه دي مع كابتن حسين وكابتن احمد سليمان؟ لا، هو محمد طارق فعلا يعني حتى من قبل قريب منك سنة. لا هو غير انه قريب مني، هو صاحبي جدا جدا يعني. على طول بكلمه، انا باخد رايه حتى في حاجات شخصيه، وباخد رايه في قرارات، في حتى ساعات لما بلعب ماتشات بكلمه اقول له ايه رايك ايه كذا. هو زملكاوي قوي. زملكاوي جدا جدا يعني، فباخد على طول رايه وكده. فلا هو يعني صديقي، وهو شخص محترم ورايه مهم. يعني انت لو بيراميدز ما كانش مشاك كنت رحت مضيت؟ خلصانه يعني. خلصانه. ده قصة حب كبيرة يعني. انت بره الزمالك ما لقيتش نفسك كابتن؟ يعني حضرتك يعني 15 سنة في الزمالك، فالموضوع قصة طويلة يعني، قصة طويلة. انا والله فعلا كنت ببقى اكتر واحد فرحان ان انا عملت اداء مميز ولا جبت جون ولا حاجة، عشان الجمهور اللي جاي الاستاد ده يروح فرحان ومبسوط. كانت بتبقى بالنسبة لي يعني بالدنيا. اللعب النادي من غير جمهور صعب؟ لو انت متعود على ان انت تلعب بجمهور صعب. صح. يعني انت في بدايتك في بيراميدز مش يعني اكيد اخدت فتره مش فاهم ايه الموضوع بقى. وانا اول ماتش ليا في بيراميدز كان ضد الزمالك، فكان الدنيا يعني ما كنتش فاهمها شويه، بس كانت صعبه عليك؟ كانت صعبه عليا بصراحه. كانت صعبه عليا ان مش متعود يعني ان انا انزل ابقى قاعد في الاوضه اللي قدام الزمالك الناحيه الثانيه، فعشان كده كانت صعبه عليا. ومع اللعيبه ايه؟ مع لعيبه الزمالك صعبه، مش احساس غريب يعني. لا يعني نفس العلاقه ولا؟ لا انا الحمد لله علاقتي بكل اللعيبه. لا في الماتش ده علاقتي بكل لعيبه بره الملعب حتى. فعلا علاقتي قويه بثلاث ارباع لعيبه الزمالك يعني. حتى لما انا كنت في بيراميدز كنا بنتكلم على طول وبنتقابل على طول، واحنا في كمان لعيبه كتير قعدنا مع بعض سنين، ثلاث واربع سنين، فالعلاقه بينا قويه يعني. فالعلاقه في الملعب حتى انت لو في بيراميدز علاقه كويسه، بس انت مش مصدق انك بتلعب قدام جمهورك. يعني بتبقى احساس غريب طبعا، بس هو احتراف في الاول في الاخر، انت اكل عيشك وشغلك، فهتعمل ايه؟ الاحساس اما الجمهور ده معاك والجمهور ده عليك، انت الوحيد يعني من اكتر الناس اللي عشت الاثنين. احساس صعب يعني، احساس صعب، بس هتعمل ايه؟ هي كده يعني، دي حلوها بمرها، هتضطر انك تواجه الموقف ده. في جمل دايما تتقال على الانديه مثلا زي بيراميدز او زي زد او زي اي انديه تطلع حديث او انديه كبيره موجوده في الدوري، انديه عندها سكواد كويس تلعب بشكل كبير، بس نيجي بقى لبطوله الدوري مثلا او البطوله يقول لك لا اهلي زمالك الجماهيريه مختلفه، فالناس تسال تقول هو الجمهور بيلعب؟ واحد يقول لك لا الجمهور قصه مختلفه. والله يا كابتن انا شايف ان ممكن الاهلي والزمالك بيبقى عندهم الاوبر هاند، لكن مش مستحيل، مش صعب يعني، مش صعب، بس مش اعجاز يعني ان فرقه ثانيه تاخد الدوري. ما هو وارد في الكوره اي حاجه تحصل ان اي فرقه تاخد الدوري عادي، حتى لو الجماهير بتاعتها مش كتير، او حتى لو ما بيجيلهاش جمهور بالحجم الاهلي والزمالك، لكن عادي ممكن اي حد ياخد الدوري. امتى توصل مع الزمالك لحاله الرضا اللي انت بتحلم بيها؟ يعني تقول انا كده خلاص حلمي بيتحقق. ده على المدى الطويل ولا على المدى القصير؟ زي ما انت عايز، على المدى الطويل، على المدى القريب. والله يعني على المدى القريب ان شاء الله لما ارجع العب تاني، وان شاء الله ابان بالمستوى المميز اللي انا كنت ببان عليه في فترات السنه اللي فاتت. نفسك يرجع كريزا؟ طبعا لعيب كبير قوي، وعنده لعيب مختلف بصراحه، عنده حلول كتير قوي، لعيب مختلف عن معظم اللعيبه اللي في الدوري المصري فعلا، موهوب بجد يعني، موهوب. نفسك مين تاني من بيراميدز يجي؟ لا ده كده هقول لعيبه كتير. زي مين؟ طبعا رمضان لعيب كبير قوي، نفسي يبقى في الزمالك، انا بحب رمضان جدا على المستوى الشخصي. اخويا طبعا الشيبي، نفسي الشيبي يبقى موجود في الزمالك، باك رايت فعلا عصري يعني.
نفسي أسامة جلال. أسامة جلال من الناس اللي قريبة مني جدا لحد يومنا هذا يعني في الحياة العامة، فأنا نفسي أنا وأسامة وكابتن عبد الله نبقى في نادي واحد. ولا في لعيبة كتير بصراحة عشان ما انساش حد يعني، لا في لعيبة كتير نفسي يبقوا موجودين في الزمالك بصراحة. عبد الله لعيب تقيل، عبد الله في حتة تانية يا كابتن بصراحة يعني. بس عبد الله يعني وقت قليل مع الزمالك، ومع هذا انت لقبته باسطوره من الاساطير يعني، قلت شيكا، عبد الشافي. لا طبعا دول اساطير الكره المصريه يا كابتن، مش اسطوره نادي واحد. دول خارج تقييم انديه، دول اساطير الكره المصريه بصفه عامه يعني. بصفه عامه دول انا قلت لك دول اساطير بصفه عامه فعلا في الكره المصريه، يعني مفيش جدال عليهم. وقلت لك كابتن شيكا من واحد من اجمل 3 اساطير في تاريخ نادي الزمالك اذا ما كانش رقم واحد. فدول خارج تقييم اي حاجه. كابتن عبد الله يعني ممكن يكون من اجمد 2-3 لعيبه جم مصر، جم الكره المصريه في اخر 25 سنه. فدول خارج التقييم بصراحه يعني اي حاجه تانية. طيب نطلع على بنسي لاعب النادي المصري البورسعيدي السابق وبروكينا، منتخب بروكينا فاسو، ورساله خاصه لينا. ثم فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع سيف فاروق جعفر. المباراة التي لعبناها ضد مصر في الجابون عام 2017 بالنسبة لي هذه المباراة تحمل ذكرى إيجابية، لأنه هذا الفريق لم يكن تلقى الكثير من الأهداف في ذلك الوقت، ولكن الفريق المصري تلقى هدفا أمامنا وذهبنا إلى ركلة الترجيح ولم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا. إذن المباراة القادمة بالنسبة لبوركينا فاسو هي مباراة للانتقام. نعم على المستوى الشخصي أحمل ذكريات جيدة عن مباراة 2017. أعتقد أن مسألة تغيير المدرب هي مسألة واردة، ولكن حينما تعين مدربا وطنيا فإن هذا المدرب يعرف الكثير ولديه الكثير من الخبرات. حينما تحدث عن الخبرات فإنه يعرف البطولة المحلية جيدا ويعرف اللاعبين جيدا. مصر لديها مدرب وطني وبوركينا أيضا لديها مدرب وطني. أعتقد أن كليهما سوف يقاتل وسوف يختار أفضل العناصر لديه لكي يحصل على أفضل نتيجة ممكنة. صحيح أنه لدينا الكثير من اللاعبين يلعبون في البطولة المحلية المصرية، لدينا سعيد سنبوري ولدينا بلاتي توري، وقبل ذلك كان هناك العدد لا بأس به من اللاعبين البوركينيين في البطولة المحلية المصرية. أعتقد أن هذا شيء جيد بالنسبة لنا لأنهم يعرفون جيدا البطولة المحلية المصرية ويعرفون اللاعبين المختارين لقائمة المنتخب الوطني. أعتقد أن ذلك يمنحنا الكثير من الدوافع وورقة إيجابية بالنسبة للاعبين. بالنسبة لمحمد كوناتي لقد قرأت الأخبار الواردة عنه من خلال شبكة التواصل الاجتماعي. نعم أعرف أن الأهلي مهتم بالحصول على خدماته وهذا هو أمر جيد بالنسبة له، لأن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات في أفريقيا والأكثر تنظيما أيضا في أفريقيا. نعم لقد تدربت مع حسام حسن في فريق المصري وأعرف جيدا جودة حسام حسن كمدرب. إنه شخص يبدو قاسيا في التمرين، يبدو صعبا، ولكنه يعطي الدوافع للاعبيه ويطلبهم بالقتال حتى اللحظة الأخيرة. نعم كل شخص لديه إيجابيات وسلبيات، ولكنني أراه أو شخصا مثاليا ويستحق منصبه. حينما أتحدث عن أفضل لاعب مصري فبالتأكيد سوف نتحدث عن مو صلاح. مو صلاح هو بالتأكيد الأفضل حاليا وهو فخر مصر بالتأكيد، ولكن هناك لاعب آخر أنا أحبه على المستوى الشخصي ويلعب في البطولة المحلية المصرية ولعبت معه في فريق المصري البورسعيدي، وهو حمدي، محمد حمدي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر المصري. الحمد لله احنا بنأدي بشكل كويس، بنعمل اللي نقدر عليه. الراجل بيقول لنا عليه في المحاضره قبل التمرين، بيقعد يشرح لنا ازاي التمرين هيبقى النهارده، ازاي هنشتغل. الحمد لله بقى لنا سنه ونص او اكتر، داخلين في سنتين بنشتغل. الراجل ما قصرش معانا في اي حاجه، بنبذل اقصى جهدنا علشان الاولمبياد ان شاء الله. المعسكر ده يخلص بشكل كويس، نقدر نعمل حاجة كويسة. المعسكر ده ماتشين كوت ديفوار يوم 7 ويوم 11، إن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية ونأدي بشكل كويس في الماتشين دول، وإن شاء الله الحلم الأكبر بقى أولمبياد بإذن الله في شهر 7.
والله الراجل من ساعة ما جه هو أول حاجة قالها لنا وإحنا كلنا لسه فاكرين في أول محاضرة لينا مع الراجل ده، قال لنا أنا جاي هنا علشان ناخد ميدالية في الأولمبياد، وإحنا كلنا حاطين ده هدف أو تارجت قدامنا يعني بإذن الله إن إحنا ناخد ميدالية أولمبياد وتبقى أول ميدالية في تاريخ مصر بإذن الله، يعني إن شاء الله كلنا بنحارب على ده. احنا الحمد لله ان شاء الله ده اخر معسكر البطوله ان شاء الله، وبنحاول نجهز نبقى على قد مسؤوليه الناس كلها في بطوله اولمبياد باريس ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله دعم الناس كلها تبقى في ظهرنا، والناس كلها اللي اذا كان صحفيين الناس كلها مستنيين في ظهرنا ان شاء الله. احنا من اول يوم ابتدينا مع الكوتش ميكالي هنا مستنيين، اذا كان في الاول بطوله افريقيا ربنا ما ساعدناش ان احنا ناخد البطوله، ده حظ بس الحمد لله يعني قدرنا نوصل للنهائي الحمد لله، وان شاء الله احنا هنا على الاولمبياد بامر الله وربنا كريم ان شاء الله. احنا تحت امر المنتخب في اي وقت، احنا لعيبه مصريين ولعيبه محترفه، وده ان شاء الله ساعدنا ان احنا نشد من ازر الفريق ان شاء الله، ونشوف لنا يعني عدد كبير ان شاء الله في المحترفين ان شاء الله. بعد العلاقة الكويسة والمبادرات الجيدة الحقيقة بين إدارة الأهلي وإدارة الزمالك وهدوء الجمهورين بشكل كبير جدا، أكيد العلاقة كمان ما بين اللعيبة مختلفة. مين صحابك في الأهلي؟ والله يا كابتن صحابي يعني في لعيبة كانت معايا في المنتخب وإحنا على علاقة كويسة لحد دلوقتي، يعني بنخرج وأصحابه كده، منعم وأوفا وحمزة علاء كان معايا في المدرسة فهو برضه صاحبي. ويعني في كذا حد اعرفه بنسلم على بعض كده في الماتشات، بس ما فيش صداقه بيننا يعني. لعيب كبير منها طبعا. طبعا امنيه حياته ان هو يعمل نقطه بعيده مع المنتخب ويروح كاس عالم ويتالق في كاس العالم، امنيه حياه لعيبه كتيره. شايف ان الحلم ده سهل؟ يعني دايما احنا بنقول نوصل كاس العالم، احنا ما خدناش الحلم اللي بعد كده بقى. والله يا كابتن هي كل حاجة بتبقى يعني ستيب باي ستيب، توصل الأول كأس العالم وبعد كده لما توصل كأس العالم تبتدي تفكر أنت عايز تطلع بإيه من كأس العالم، عايز توصل نوك أوت، عايز توصل سيمي فاينل. كل حاجة تحضيرية، شايف إن إحنا يعني عندنا تطور وتحضير إن إحنا ممكن إن شاء الله بإذن الله نوصل كأس العالم، إن إحنا نقدم حاجة في كأس العالم؟ إن شاء الله بس نوصل الأول، وإن ومصر تكون قدمت مباراة كويسة في التصفيات تليق باسم مصر وكابتن حسام والمنتخب ان شاء الله ربنا يكرمهم. وبعد كده ان يفكروا في المرحله اللي بعدها ان شاء الله ان هم يقدموا كمان عروض مميزه في كاس العالم، حتى لو بقى مع التوفيق معاهم او لا حليفهم الحظ صعدوا من المجموعه ما صعدوش من المجموعه، لكن هم يبقوا لو يصعدوا ان شاء الله يقدموا اداء مميز ان شاء الله هتبقى طبعا حاجه كبيره قوي لمصر، ان احنا اخر كاس عالم ما وصلناهوش واللي قبليه خرجنا من المجموعات، ف يعني ان احنا نوصل ونقدم مستوى كويس نصعد ان شاء الله دي حاجه طبعا مكسب لمصر طبعا. دايما الفتره اللي فاتت الناس بتقول سبب نجاح نادي الزمالك الوضع اللي فيه جمهوره، جمهوره الحقيقه عنده وعي كبير جدا، والمشهد اللي حصل في مباراه سموحه ده كان مشهد كبير، فرقه خسرانه من سموحه بس الجمهور عنده وعي وعارف ان الفرقه دي راح تلعب نهائي، فازاي بتشجعها بتحييها بتسقف لها؟ طبعا جمهور الزمالك رقم واحد يا كابتن، هو اللعيب رقم واحد فعلا، يعني في ناس بتقول ان الجمهور بيبقى رقم 12، لا هو جمهور الزمالك رقم واحد. الجمهور واعي فعلا وقدر الحمد لله ان هو يساعد الفرقه ويساندها ويدعمها لحد ما خدنا البطوله اللي احنا فعلا يعني هي اللي كانت توب تارجت السنه دي بالنسبه للنادي، وان شاء الله احنا ان شاء الله يعني نكافح بقى السنه دي كمان ان احنا نحاول ناخد بطوله او اتنين تانيين وننافس على كل البطولات ان شاء الله. يعني اللي هم ايه؟ اللي هم كل حاجه متاحه يا كابتن، نادي الزمالك بيلعب على كل البطولات المتاحه، نادي الزمالك الدوري لسه فيه دور كامل تقدر ترجع فيه، احنا الحمد لله رجعنا قبل كده بدل مره اتنين رجعنا كنا متاخرين ورجعنا وخدنا الدوري، فليه لا السنه دي الزمالك يعمل كده ياخد الدوري سنه تاني. اسعد بطوله اخدتها في حياتك؟ الدوري والكاس اللي في سنه واحده اصعب بطوله، اصعب بطولتين اخدتهم في حياتي. اصعب بطولتين؟ اه الدوري والكاس اللي في سنه واحده. اه كنت متوقعهم تلعبوا عليهم؟ كابتن نادي الزمالك فعلا يعني مش بقول كده، نادي الزمالك نادي كبير، مفيش بطوله بيلعب مفيش بطوله بيروحها هو مش عايز يكسبها. ده الحاجه الوحيده اللي اعتقد الناس كلها عارفه ان هي هترضي جمهور نادي الزمالك وهترضي طموح ادارته وطموح لعيبته. شايف ان فريق الزمالك بفوزه بالكونفدراليه صعب الامور على جمهوره، خلاص الحلم بقى يعني السقف عليه. دايما جمهور الزمالك كان يقول الفرقه في ظروف، انا مقدرين الظروف، احنا عارفين دلوقتي الزمالك دايما كان بيعدي بظروف صعبه، لكن دلوقتي مجلس اداره محترم قدر ان هو يحقق حاجات كتيره جدا،
إدارة قوية، إدارة فنية قوية، لعيبة، صفقات على أعلى مستوى، خلاص ما فيش حاجة فايز بالكونفدرالية، أحلامه خلاص إن يكسب اللي جاي. هقول لحضرتك حاجة يا كابتن، طبعا أنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، إن أنا بشكر كل اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي في الزمالك واللي لعبت قبل كده في الزمالك الموجودين أو اللي مشيوا. الزمالك فعلا يعني كان في فترة فعلا بيتعرض لتذبذب قوي جدا 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 جدا، كان مأثر على لعيبة كتير في حياتها الشخصية وفي حياتها المهنية، ولكن فعلا الزمالك مصنع الرجاله الحقيقي في الوسط الرياضي. الزمالك بيمر ساعات كتير بحاجات تخبطات وممكن حاجات كتير بتيجي عليه من نواحي كتير، لكن في الاخر بيقدر ان هو يحصد بطولات ويقدر ان هو ينافس، فدي طبعا ده فعلا مصنع الرجاله الحقيقي. شايف ان الدوري لسه في الملعب؟ طبعا. ليه الزمالك في الدوري يعني في اكتر من مباراه ما اداش بالروح ولا بالشكل بتاعت مباراه الاخيره؟ والله يا كابتن كل المباريات كل ماتش ليه ظروفه الخاصه، وكل مباراه ممكن يبقى تحضيرها او يبقى الضغطه بتاعتها. النهائي خطف تركيز اللعيبه؟ وارد ان النهائي طبعا ماتش كبير قوي وانت هناك كنت خسران 2-1، فوارد انه ممكن يبقى خطف في تركيز اللعيبه، لكن ان شاء الله اللعيبه كلها تركز الفتره الجايه ان احنا ناخد الدوري ان شاء الله. اخر رساله عايز تقولها لمين؟ خلصنا. والله عايز اوجه كذا رساله. طبعا اول رساله لجمهور نادي الزمالك، يعني انا مش عايز الناس تزعل مني او تيجي عليا زياده عن اللزوم، ان انا فعلا في حاجات كتير كانت غصب عني الفتره الاخيره. انا ما كنتش اتمنى ان انا امشي بره النادي دقيقه واحده، حتى مش شهور، لكن هو الدنيا كده وده حال الدنيا يعني. والحمد لله انا رجعت، وان شاء الله استنى مساندتكم انا واللعيبه كلها الفتره الجايه ان شاء الله، ان احنا نقدر ننافس على كل البطولات وناخد الدوري وان شاء الله الكاس الجديد اللي هيتلعب والسوبر الافريقي ان شاء الله. دي الرساله الاولى. في رساله ثانيه عايز اقولها لحد؟ والله في رساله عايز اقولها لحد صاحبي، هو لعيب بني يعني حسام اشرف، عايز اقول له ما تزعلش، انت لعيب كبير وانت ان شاء الله ربنا هيكرمك الفتره الجايه هداف الدوري. طبعا هو طبعا هو لعيب جامد، لكن هو في الكوره بيبقى فيه قناعات، انت ممكن القناعات ما تبقاش ماشيه مع الامكانيات عادي، ان شاء الله ربنا هيكرمك وتكسر الدنيا تبقى هداف الدوري، وربنا يكرمك في اولمبيات ممكن تروح ان شاء الله مع المنتخب، وممكن تروح كاس الامم او كاس العالم مع المنتخب الاول، فان شاء الله اجتهد وركز وربنا يكرمك ان شاء الله. انا مستني بقى الرساله المهمه. مين؟ انا حتى عشان تعرف تطلع تكلمها. طبعا رساله لاهلي ولمامتي والاختي وكل الناس القريبه مني. انا بشكركم الفتره اللي فاتت بصراحه، انتوا استحملتوا حاجات كتير معايا وعشتوا معايا فترات صعبة يعني كنا مضغوطين فيها، وكانت الناس يعني بتيجي علينا جامد قوي، ويعني كان في سوء تفاهم، بس كان الموضوع يعني قوي شوية، لكن انا بشكرها طبعا. طبعا مامتي. دول فوق دماغنا والوالدة فوق دماغنا. طبعا. بس في برضو رسالة تانية. مين؟ فضلتش غير واحدة. مين؟ خطيفتي؟ مش عارف. لا هي طبعا. لا يا والله يعني عشان لما تطلع بس تكلمني. والله يا هندسه انا والله والله هندسه يعني احنا سهرناكي النهارده. هي في كليه هندسه؟ لا هي مهندسه ودكتوره كمان في الجامعه، فانا طبعا بشكرها، اكتر واحده بتتعب معايا، وبقول لها يعني ان شاء الله الفتره الجايه تبقى حلوه، وان شاء الله هنلعب والدنيا تبقى لذيذه، وان شاء الله يعني قريبا بقى ان شاء الله. امتى؟ قريب ان شاء الله. السنه دي ولا السنه الجايه؟ ان شاء الله السنه دي، اخر السنه دي اول السنه الجايه ان شاء الله. اخر السنه دي ان شاء الله. الله ربنا يكرمك ويرزقك ان شاء الله باذن الله، تتجوز تحقق كل احلامك. اخر حاجه بقى يا كابتن بعد اذنك، طبعا يعني بتمنى من الناس كلها ان احنا نقرا الفاتحه لاخواتنا الشهداء في فلسطين، ان شاء الله ربنا يثبتهم وينصرهم ان شاء الله، واحنا عمرنا ما نسينا القضيه الفلسطينيه، وان شاء الله ربنا ينصرهم على مين يعديهم، يعني دي حاجه انا كنت عايز اقولها في اخر البرنامج يا رب ان شاء الله. وامن على كلامك وربنا يكرمك ويرزقك ان
شاء الله باذن الله الذريه الصالحه وتتجوز الهندسه ان شاء الله الهندسه يعني ان شاء الله باذن الله خلي لك الوالده كده واخواتك وان شاء الله تحقق كل احلامك وطموحاتك في اللي جاي. ربنا يخليك يا كابتن. توفيق ليك وللزمالك. شرفت ان انا مع حضرتك وشرف كبير ليا وان شاء الله اكون ضيف خفيف النهارده. بشكرك يا سيدي شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا مع سيف فاروق جعفر زملكاوي ابن زملكاوي، حصلت شويه مناوشات، رجع لبيته تاني، الامور على ما يرام. يا رب اتمنى له كل التوفيق وان شاء الله باذن الله بالتوفيق ليه في القادم مع نادي الزمالك. اشوف حضراتكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.